سيدي، مشكلة البطالة تحدي عالمي وتحدي أكثر شوي بالوطن العربي وخاصة بفئة الشباب، فلا بد من أنه يكون في تضافر جهود بقوة لمحاربة البطالة. هذا الحكي يتطلب لابتكار أساليب جديدة، لفرص عمل جديدة، لتمكين شبابنا، لتسليحهم بالمهن المهنية والتقنية ذات المردود المالي العالي، والتي الوطن العربي بأمس الحاجة إلى مثلها. أصبح عند الوطن العربي اكتفاء بالأطباء والمهندسين، فلا بد من أن يكون في توجه نحو المجال المهني والتقني لتحقيق مكاسب مالية جيدة لشبابنا وبناتنا. ماذا عن التعاون المصري الأردني في مجال العمل؟ يا سيدي، يعني ما هواش سر، احنا عندنا أعداد هائلة من العمالة الوافدة المصرية في المملكة الأردنية الهاشمية، وإحنا قاسمناهم لقمة العيش، ولكن الآن بالتحديات اللي بواجهها الأردن نتمنى على إخواننا المصريين اللي موجودين في الأردن أن يصوبوا أوضاعهم وأن يكون وضعهم قانوني وحسب الأصول، لأنه من يعمل بالأردن خارج منظومة القانون يعني هذا شيء لا يفرحني ولا يسعدني. فبالتالي عندي أعداد هائلة من العمالة المصرية اللي مرحب فيها بالأردن، ولكن على أساس أنه يكون وضعها قانوني، وهذا بيخدمهم وبيخدمنا كأردن. ماذا عن مكافحة البطالة في المملكة الأردنية؟ يا سيدي، احنا في عندنا برنامج الوطني للتمكين والتشغيل والخاص بالأردنيين، وهذا ذو علاقة بتمكين وتدريب الشباب لانخراطهم بسوق العمل.